الرياضة هننتقل مع حضراتكم لموقف طريف. المصري معروف دايماً بخفة دمه وقدرته على تحويل الألم إلى أمل، والمحنة إلى منحة، والإعاقة إلى طاقة. معقول هو هنا كمان تلفزيون، سينما، مسرح، مش عارفة ألاقيه فين كمان. تخيلي بقى، هو محبوب جداً ومرزق جداً، وحتى هنا النهاردة هو معانا. طبعاً كل الناس دلوقتي عرفت أنا هتكلم على مين. هنتكلم على مين؟ هنشوف دلوقتي. ايه ده؟ الرئيس طلع موجود هنا فعلا؟ انا افتكرتهم بيقولولي كده عشان يشجعوني، عشان قلت لهم اللي انا بحبه او عاوز اتكلم قدامه. انا كمان افتكرت ان هم قالولي كده عشان يشجعوني، عشان عرفوا ان انا بحبه قوي. وبصراحه كنت متفق معاهم ان انا اقول سعر، بس حصل لي موقف علشان السعر حبيت اقوله لكم. اتفضل يا حبيبي اتفضل. وانا جاي اقابل حضرتك يا ريس، فقلت بلاها مواصلات واركب تاكسي. وانا سواق التاكسي. انا هقوم بدور سواق التاكسي. على فين يا حماده؟ رايح اقابل الريس. لا اله الا الله، واحد الله يا ابني كده. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بقول لك ايه، انا مش ناقصك على الصبح، ولا انت عاوز تزوغ من دفع الاجره؟ لا بصراحه بقى عاوز اسوغ من دفع الاجره. طب خد بالك، في لجنه مقابلانا. اوعى إيه الظابط يقول لك انت رايح فين يا حماده، تقول له رايح للرئيس، انا عندي عيال يا ابني. ومتراكور في مسلسلين. حاضر. وانا واحنا ماشيين في الطريق قابلتنا لجنه. حضرة الضابط قال لنا على فين؟ رايح اقابل الريس. مشينا بسرعة يلا. وفعلا الضابط مشانا. قول لي بقى حمادة. نعم. انت رايح تقابل الريس ليه؟ هو حضر انا مش رايح، هو انا بصراحة رايح اقابل الريس، عصو حضرته مش جاي مش جاي لحضرتي، جاي لاخوات سوق القدرات الخاصة، عصو يتعامنا ويتعامنا ويحضر حفلتنا ويساندنا، وكمان بيعرف انجازاتنا، وكمان ربنا يخليه لينا ويكرمه، وربنا يكرمنا كل سنه. امين يا رب العالمين. بقول لك ايه يا حماده؟ نعم. ما تيجي نشاور دلوقتي نعمل باي باي لسواق التاكسي عشان يعرف ان احنا واقفين قدام الرئيس. شاكرين يا فندم جدا.